أوروسكوب مع داليا. صباح الخير، شو هي أحلى هدية بتحصل عليها؟ شو هي أحلى هدية بتقدمها؟ بيقول ستيف بريفونتين إن عطاء أي شيء أقل من أفضل ما لديك هو بمثابة التضحية بالهدية. أما هلأ فمننتقل للأبراج والبداية مع برج الحمل. ما تترك العصبية تسيطر عليك مهما كانت الظروف حتى ما تدفع الثمن. بيحاول الشريك الضغط عليك لدفعك للقيام ببعض الأمور وتلبية احتياجاته، ولكنك بتتعامل مع الأمر بروية وبتكون الأمور دايما under control. برج الثور. بتلاقي الظروف ملائمة للقيام بكل ما يلزم، الأمر اللي بيوفر عليك المزيد من التعب. Well done my dear. ما تخلي العمل يبعدك عن الشريك لأنه بحاجة لوجودك حد وبجانبه لتقدر تحافظ على العلاقة المميزة. برج الجوزاء. بتحاول حفر مكانتك الخاصة ومركزك الخاص داخل مكان عملك، وذلك عبر الجهود الكبيرة والعديدة اللي بتبذلها. قلبك دقاته سريعة وكتر خير الله الشتا بعيد عن قلبك وعن علاقتك. حاول المحافظة على الأوقات السعيدة قد ما بتقدر. برج السرطان. تبدأ بعد مواليد برجك عمل جديد أو بتتسلم منصب متقدم وبيخفف كل الضغط الحالي. مين قدك اليوم؟ فعلى الرغم من كل انشغالاتك المهنية إلا أنك بتلاقي متسع من الوقت للاهتمام بالحبيب. Good for you. برج الأسد. تتمتع بسرعة خاطر وقدرة على التفاوض مع محيطك وبتكون القدوة والمثال أمام زملائك. بتكون الأجواء هادية ومطمئنة لحد بعيد، ولكن انتبه من المزاج المتعكر والتوتر. برج العذراء. ما تحمل 100 بطيخة بإيد واحدة، حاول إنهاء كل مهمة لوحدة ومن ثم الانتقال للأخرى. بتحضر لمفاجأة الشريك والقيام بأمسية رومانسية على أضواء الشموع وبتعيش أوقات لا تنتسى. برج الميزان. ما تخلي حماسك الزايد يسيطر عليك ويعمي بصيرتك، انتظر الوقت المناسب للتقديم على منصب جديد. تصف بعض الرياح الشتوية بعلاقتك العاطفية فبتصفر الأوراق والمشاعر، ولكن ما يهمك، كلها 24 ساعة وبيرجع الأحمر بيضوي عن جديد. برج العقرب. بتضلك حامل هم الدنيا على كتافك وعم تسعى للحصول على كل الأمور بالوقت نفسه. عيش حاضرك أيها العقرب ولو لفترة قصيرة. بيساندك الشريك بكل الأمور والقرارات اللي بتاخدها اليوم، ولكن ما تحاول اغتنام الفرصة لنيل المزيد. برج القوس. بحذرك الفلك وبدعيك للانتباه من أجواء اليوم. حاول تنظيم أعمالك وراقب أرقامك وحساباتك. أما من الناحية العاطفية فما تتكل على الحظ فقط، بل اسعى للتعارف والارتباط إذا كنت عازب. برج الجدي. ما تضغط على المحيطين فيك، كون متفهم قدر المستطاع وضبط انفعالاتك وأعصابك. يوم مناسب جدا لمشاركة الحبيب أحلامه ولعل رحلة أو مشروع بتقوموا فيهم سوا بيعزز الروابط وبيساهم بتقريب المشاعر. برج الدلو. ما تستسلم بسهولة مهما اشتدت الضغوط، لأنه أي تحول من الممكن أنه يكون لمصلحتك لتعزيز موقعك. تتمتع بأسلوب عاطفي ورومانسي مميز بخليك قادر على الإقناع مهما كانت الظروف أو اشتدت الأزمات مع الشريك. برج الحوت. بانتظارك أفاق واسعة واحتمالات متعددة وتنسيق بريحك من القلق وبصحح الأوضاع العالقة. بتلوح بعد أصداء المصالحة اللقاء أو حتى عودة قديمة لحياتك، من الممكن أن تكون رسالة ولكن من شأن أن تعيدك للذكريات الماضية. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا لليوم. أنا بدي أعطيكم موعد جديد بكرة بتمام الساعة 9، فكونوا على الموعد. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.